السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شال مستطيل. الشال ده هنعمله بغرزه، هي الصراحه انا مش عارفه اسمها، لان الغرز طبعا في الكروشيه مليان غرز، بس دي من الغرز الزخرفيه، وهي بسيطه جدا وسهله. هو عباره عن غرزه العمود فقط وغرزه السلسله. تمام، الغرزه دي تمشي شتوي وتمشي صيفي، لان ممكن استعملها في الشتوي بخيوط سميكه، وبتبقى الغرز ضيقه زي ما انتم شايفين كده. تمام، وممكن تستعملها في خيط يكون رفيع يناسب الجو الخريفي اللي احنا فيه دلوقتي وتمشي. وممكن تستعمليها برضو في خيوط صيفية زي القطن، بتبقى حلوة برضو. انا هنا بصوا ده في خيط، حبيت اوريكم شكلها برضو في الخيط السادة. الغرزة شوية بتبقى واضحة اكتر، يعني هو ده الخيط الجنجاب، بتبقى باينة كده، واحدة يمين وواحدة اتجاه الشمال، بيبقى شكلها جميل. وهنا برضو في الخيط السادة، والخيط ده رفيع شوية. تمام، زي ما احنا شايفين كده، ممكن تكون الواحدة ظاهرة فيه اكتر شوية، وشكلها جميل جدا في اللبس. بتبقى زي ما قلت لك واحدة يمين وواحدة شمال، بتبقى شكلها جميل جدا. تمام، هوريكم برضو ممكن تشتغليها وتعملي بينها كوفية، بتبقى حلوة. هنا برضو هنا ده في خيط الكريستال، برضو بتبقى جميلة جدا وظريفة، وممكن تستعمليها وانتي بتعملي، لو حابة تعملي شال سواريه بيبقى حلو جدا وظريف في الغرزة زي ما احنا شايفين كده. شكلها حلو جدا. تمام، الخيط او الخيط الشال اللي هو الاصلي ده اخد مني في حدود 5 شلات، الشلة 100 جرام، والشلة الخامسة ما كملتش معايا، فضلت شوية، فضل منها شوية، يعني هو اخد في حدود 470. تمام، فانتي هيحتاج منك 5 شلات، طوله 2 متر. تمام كده، فانت ممكن تستعمليه زي ما قلت لك بالخيط اللي انت حباه. عايزه اقول لك الشال ده برضو ان انت تشتغليه بطول السلسله، علشان خاطر يدي معاكي التضلعات اللي احنا شايفينها دي مع بدايه الشغل، زي ما احنا شايفين كده في تموجات، وينتهي معايا برضو من فوق بالتموجات اللي احنا شايفينها دي. تمام كده، فانا اشتغلت بطول السلسله. لو انت شغلتيها بالعرض مش هتديكي التمويجه دي الا في الحروف فقط، ومن فوق مش هتديكي ولا من تحت الا سلسله عاديه خلاص. فانت اشتغليها بطول السلسله علشان خاطر، او بطول الشال اللي انت حباه وبتشتغلي عليها. تعالوا نشوفوا ازاي هنطبقها، هي سهله جدا. هنشتغل ازاي الغرزه؟ تمام، انا اشتغلت هنا بخيط اليزا كلاسيك، والابره بتاعتي هنا رقم 3.5. هنعمل الشال هنا او الغرزه دي، هبتديها بمضاعفات رقم 10، يعني هعمل السلسله بتاعتي بالطول رقم 10، يعني هعمل 10 و10 و10 لحد ما بوصل للطول اللي انا عايزاه، وفي النهايه خلاص بزود غرزه سلسله واحده وبعدها سلاسل الارتفاع. هشتغل معاكم هنا نموذج صغير. عملت عقدة البداية، هبتدي اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادي كده اول مجموعة 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده عملت 20. تمام، زي ما اتفقنا ان انت هتعملي من مضاعفات رقم 10 لحد الطول اللي انت عايزاه، هتفضلي تعملي 10 10 10، وفي الاخر خالص هتعملي غرزة سلسلة واحدة. تمام، هنبتدي هنعمل غرز الارتفاع بتاعتي. لو انت عايزة الغرز او الاتجاه اللي في الجنب ده يطلع عدل، ثانية واحدة هفهمك، يعني زي هنا كده، لو عايزه الجنب بتاعك يطلع عدل هنرتفع بثلاث سلاسل عاديه خالص. لو انت عايزاه مموج شويه زي بالظبط الديل من هنا، هنطلع باربع سلاسل وهنشتغل عمود بلف عادي. تمام، زي ما انت حابه. تمام كده، انا هنا هرتفع 1 2 3 3 سلاسل.
تمام كده، وهدخل في الغرزه الرابعه من السلسله طبعا، تمام، وهشتغل غرزه عمود بلفه، وهشتغل كمان غرزه عمود بلفه، ادي كده 2 3 غرزه عمود بلفه، 4 5 تمام. انا هنا اشتغلت 5 غرز من عمود بلفه، 1 2 3 4 5 تمام كده. هاخد لفه على الابره وهفوت من غرز السلاسل اللي تحت 4 غرز، 1 2 3 4، وهدخل في الغرزه رقم 5 وهعمل غرزه عمود بلفه بالشكل ده كده، شايفينه بدا يدي معايا ميل من تحت، تمام، وهرتفع بتاني 4 سلاسل، 1 2 3 4 تمام كده، وهاخد لفه على الابره وهدخل في السلسله اللي عليها الدور دي وهعمل غرزه عمود. شايفه شكلها بدا يعمل ازاي؟ هعمل واكرر 5 غرز عمود بلفه، ادي كده 2 3 4 5 تمام كده. عملنا غرز 5 غرز عمود بلفه، 1 2 3 4 5 تمام. هاخد لفه على الابره وهكرر تاني ان انا هفوت 4 سلاسل من تحت، 1 2 3 4، وهدخل في الغرزه رقم 5 وهعمل غرزه عمود بلفه في الغرزه رقم 5 بالشكل ده كده، تمام، وهرتفع ب 1 2 3 4 تمام، وهاخد لفه على الابره وهنزل في اخر سلسله عندي في السطر. لازم ينتهي معايا السطر بتاعي بالشكل ده كده، لازم ينتهي معايا بكده بغرزة عمود مايلة، او هي المفروض هتبقى عدلة بعد كده بالدور اللي بعديه، تمام. ده شكلها. حعيد تاني بعد ما ارتفعت 10، بعد ما عملت 10 و10 و10 وصلت العدد بتاعي، بعمل غرزة سلسلة كمان وبعديها 3 سلاسل بتوع الارتفاع، يبقى مضاعفات رقم 10، وبعد كده غرزة سلسلة واحدة، وبعد كده 3 سلاسل الارتفاع، بعد كده هدخل في الغرزة رقم 4 من بعد الابرة بتاعتي وهعمل 5 عمود بلفة ورا بعض او جنب بعض، دوم 5 غرز عمود بلفة، بعد كده هاخد لفة هعمل غرزة عمود في الغرزة رقم 5، يعني بفوت 4 من تحت، هنا 4 وهنا 4، هي سهلة جدا، بفوت 4 من تحت واشتغل في 5 في 5 سلسلة غرزة عمود بلفة، وارجع تاني اطلع افوت 4 من هنا اشتغل 4 سلاسل وانزل في السلسلة اللي عليها الدور، تمام، في السلسلة اللي عليها الدور مش في نفس الغرزة، في السلسلة اللي عليها الدور هشتغل 5 عمود بلفة، بعد كده هفوت 4 تانيين وادخل في الغرزة رقم 5 اشتغل عمود بلفة واشتغل بعد كده 4 سلاسل، وبعد كده في اخر سلسلة عندي لازم هتنتهي عندك بغرزة سلسلة واحدة هشتغل غرزة عمود بلفة، تمام كده. ده كده اول سطر بالشكل اللي انتوا شايفينه، واضح معايا التمويجة من تحت. هرتفع ب1 2 3 3 سلاسل بالشكل ده كده، وهشتغل في الفراغ الاولاني ده 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 تمام. هاخد لفة على الابرة وهشتغل غرزة عمود بلفة فين؟ في اخر غرزة عمود بلفة عندي في السطر اللي فات هنا، تمام، هدخل بالراحة الابرة وهسحب واشتغل غرزة عمود بلفة، هشتغل 4 سلاسل زي ما اتفقنا، وهشتغل في الفراغ اللي هو عندي على طول دوت 5 غرز بلفة عمود بلفة، ادي كده 3
4 تمام. بعد كده هاخد لفة على الإبرة وهشتغل زي ما اتفقنا في آخر غرزة أو في آخر غرزة عمود بلفة. عندي غرزة عمود بالشكل ده كده شايفينه، هرتفع بواحد اتنين تلاتة أربعة وهاخد لفة على الإبرة وهشتغل في أول سلسلة عندي من سلاسل الارتفاع غرزة عمود بلفة. بدأ الشكل يوضح إلى حد ما شايفينه، بدأ يدي تمويجة من تحت وتمويجة من فوق تمام كده. هرتفع تاني بواحد اتنين تلاتة وهضير الشغل بتاعي وهشتغل في الفراغ ده والفراغ ده تمام. هو بس مجرد ان اول سطر بتأسسيه، بعد كده الموضوع بيبقى سهل جدا. ادي كده تلاتة اربعة خمسة تمام. هشتغل هاخد لفة وزي ما اتفقنا في اخر غرزة عندي من غرز اللي كانت في السطر اللي فات هشتغل غرزة عمود تمام. وبعد كده هرتفع بواحد اتنين تلاتة اربعة تمام. في الفراغ اللي بعديه على طول هنا هشتغل خمسة عمود بلفة الغرزة دي جميلة جدا، تنفع في الصيف بخيوط القطن جميلة تمام. ممكن تعملي منها سكارف حلوة قوي ومناسب تمام. هاخد لفة على الإبرة وهشتغل في آخر غرزة عمود عندي بالشكل ده كده، وهشتغل أربعة غرزة سلسلة وهنزل في أول في تالت سلسلة من غرز الارتفاع هشتغل غرزة عمود بلفة. هي سهلة جدا ومفيهاش أي حاجة. وهرتفع تاني تلات سلاسل وهنشتغل بقى زي ما اتفقنا وهكذا. هرتفع كل سطر بتلات سلاسل وفي كل فراغ من هنا في أول فراغ هشتغل خمسة عمود بلفة، وبعد كده هروح نازلة بغرزة عمود بلفة هنا في آخر غرزة عندي بالشكل ده كده هنا، وبعد كده اشتغلها برضو معاكم عشان تبقوا حافظينها اكتر. بعد ما ارتفعنا بثلاث سلاسل هشتغل بهنا خمسة عمود بلفة. حابين لو انتوا في اخر سطر خاص تشتغلوا غرزة حشو على كل غرزة مفيش مشكلة. تمام، يبقى في اول فراغ من هنا اشتغلنا خمسة عمود بلفة تمام. وهاخد لفة على الابرة وهشتغل هنا غرزة عمود بلفة، وبعد كده هشتغل أربعة سلاسل وفي الفراغ اللي بعديه، وهتفضلي تكملي بنفس الطريقة خمسة عمود بلفة في الفراغ وبعد كده عمود في آخر عمود، غرزة عمود في آخر عمود في السطر اللي فات، وبعد كده أربعة غرزة سلسلة بالشكل ده كده، ومنقفل السطر في أول في تالت سلسلة في غرز الارتفاع. أنا معلش بتلخبط وبقول عليها أول سلسلة بس هي في آخر سلسلة من ناحية هنا، وفي أول سلسلة تعتبر من الاتجاه ده تمام. هتفضلي تشتغلي بنفس الطريقة. شايفين الغرزة بدأت توضح معاكم ازاي؟ بدأ يبقى في واحدة يمين واحدة شمال بالشكل ده كده، وهي بتبقى جميلة جدا وظريفة. وفي الاخر خالص لو انت حابة تشتغلي على كل غرزة من اللي عندك هنا غرزة حشو ده اختياري ليكي مفيش مشكلة. ده بيبقى شكلها النهائي، شكلها بيبقى حلو قوي. وزي ما قلت لك هي ممكن تكون في خيوط السادة باينة اكتر تمام. انا هنا لسه ما كملتش السطر تمام. ممكن لو انت حابة تعملي منها كوفية خريفي او سكارف مفيش مشكلة، ممكن بتوقفي على العرض دوت زي ما انت حابة. العرض اختياري زي ما انت عايزة برضو، العرض الشال تمام. ده شكلها في الخيط السادة وفي الخيط اللي هو الرفيع ده انا كنت شغلها من خيط اليزا بيبي
تمام. يا رب تكون عجبتكم النهاردة الغرزة بتاعتي، ويكون الشرح يكون واضح عليكم وبسيط. وبشكركم جدا، ونفسي اشوف تطبيقاتكم ان شاء الله كده، ونزلوها لي على الفيس. ولو عجبتكم الغرز ولو في اي غرزه انتم مش عارفينها، ابعتوا لي على صفحه الفيس وانا اشتغلها معاكم ان شاء الله. سكارفات، شيلان صيفي، زي ما انتم حابين. شاركوني بكل اللي انتم عايزينه، تمام. بشكركم جدا وشكرا لكم، والسلام عليكم.